أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، أبدأها بالعناوين. عقب تسلمه مذكرة من أعيان الكبابيش، طاهور يتعهد بطي ملف الخلافات بين الكبابيش. الإدارة الأهلية بشرق السودان تدعو لنبذ العنف ومعالجة الأزمة بالطرق السلمية. وصول طائرة إماراتية للخرطوم تحمل مواد صحية وغذائية. أهلا بكم. تسلم عضو مجلس سيادة الانتقالي بروفيسور صديق طاهور مذكرة من أعيان قبيلة الكبابيش برئاسة وكيل ناظر الكبابيش بالخرطوم الفاتح محمد علي التوم، تتعلق بقضايا الخدمات والتنمية بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع اليوم بالقصر الجمهوري، أكد وكيل ناظر الكبابيش بالخرطوم الفاتح محمد علي بأن الاجتماع ناقش المشكلات التي تواجهها المنطقة في التنمية والبيئة والخدمات، خاصة المتعلقة بالتعليم والصحة وما تتعرض له من مخلفات تعدين الذهب وتأثير ذلك على موارد المياه. كما تطرق الاجتماع إلى المصالحات بين الكبابيش والحمر وما يربط بينهما من مصالح مشتركة. وأضاف أن عضو مجلس السيادة بروفيسور صديق طاهور الفترة المقبلة للوقوف على مجمل القضايا على أرض الواقع. نلعب على المشاكل بتاعت التنمية والبيئة والتعليم والصحة واستقرار الناس المهجرين من مشاكل الحمر، وطرحنا له بعض المصالحات، يعني لأنه بتهمنا المصالحات دي كقبيلة جارة، وكان إحنا يعني جيران بالنسبة لهم ونشغلهم في الخريف. ومشاكل التنمية برضو عندنا مشاكل في المدارس والمراكز الصحية والخدمات عامة تحت المياه، ومشاكل البيئة برضو عندنا مشاكل بتاعت المناجم بتاعت الذهب والتلوث بتاع المناحل بتاعت الموية. أجمع وفد رجالات الإدارة الأهلية بشرق السودان على ضرورة فرض هيبة الدولة وبسط سيطرة القانون ونبذ العنف ومعالجة الأزمة التي يشهدها الشرق والتي راح ضحيتها نفر عزيز من أبناء الوطن بالطرق السلمية. ووصفوا في استطلاعات اللسونة لآرائهم على هامش لقاء انعقد اليوم السبت بل أمس السبت بأن ما تشهده أنحاء متفرقة من مدن الشرق من أحداث من صنع جهات أجنبية لم يشأوا تحديدها. وقال ناظر عموم الرشايد أحمد حميد بركي إن أعمال العنف التي راح ضحيتها العشرات ليس لها ما يبررها. وفي سياق متصل دعا مكة النوبة بولاية القضارف مأمون الجاك إلى تعزيز التعايش السلمي والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وكيل ناظر البني عامر محمد علي محمود وصف ما يدور من أحداث بأنه اقتتال عبثي الجميع فيه خاسر. نحن بالحقيقة يعني جينا هنا الخرطوم وجينا من الأخ سعادة الفريق أخونا شمس الدين كباشي، وطرحنا معه كل الإشكاليات الموجودة في خصوص بولاية كسلة خاصة بالوالي والإشكاليات الموجودة في برسودان، والحمد لله تناقشنا في كل هذه الأمور، وإن شاء الله يعني استجاب لكل دعاوينا. وجد يعني نحن يعني مرقنا مسرورين من سعادته وأدينا معه كل ما هو موجود. وصلت مطار الخرطوم صباح اليوم الأحد طائرة إماراتية على متنها 24 طنا من المساعدات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دعما ومساهمة للقضاء على جائحة كورونا وإغاثة المتضررين من السيول والأمطار. وامتدح وزير الخارجية المكلف الجهود المتواصلة من دولة الإمارات ودعمها للأشقاء في كل الدول خاصة السودان، وأشار إلى أن المساعدات الإماراتية تأتي تمتينا للعلاقات بين البلدين والشراكة الحقيقية، شاكرا كل القائمين على تقديم الدعم للمتضررين من السيول. أشاد الدكتور عز الدين الصافي مفوض مفوضية الضمان الاجتماعي ممثل وزارة العمل بالدعم المستمر للإمارات ووقوفها مع السودان في كل المحن، وقال إن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتوزيع هذه المساعدات في ولايات كردفان ودارفور، وأعلن عن إنشاء مستشفى مجهز ومتكامل بولاية شرق دارفور.
سجل السودان حالتي وفاة و103 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وقالت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة في تقرير صادر يوم الجمعة اطلع عليه باد نيوز إن ولاية الخرطوم سجلت 86 حالة، الجزيرة حالة واحدة، البحر الأحمر 7 حالات، كسلة 8 حالات، وبلغ إجمالي الإصابات بكوفيد 19 في السودان 12,314، فيما تعافى 6,350 وتوفي 798 شخصا. وشددت وزارة الصحة على ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية لتفادي المرض. قررت اللجنة العليا للتصدي لجائحة كورونا بالولاية الشمالية في اجتماعها الطارئ، قررت اللجنة فتح أسواق الولاية كليا اعتبارا من اليوم الأحد، واستمرار عمل البنوك والمصارف التجارية لتقديم خدماتها للجمهور والعملاء من الساعة 8:30 صباحا وحتى 2:00 ظهرا، مع اتخاذ كافة التدابير الصحية والتباعد الاجتماعي وتوفير المعينات الصحية اللازمة لحماية العاملين والجمهور والسماح بالحركة والتنقل للمواطنين والمركبات بين محليات الولاية الشمالية المختلفة، مع الالتزام الصارم باستعمال الكمامات وتطهير المركبات وتكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين ونشر الوعي الصحي المجتمعي وعمل حملات لإصحاح البيئة وتعقيم وتطهير الأسواق والشوارع والمؤسسات والمصالح الحكومية بالتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة ولجان الخدمات والتغيير. كذلك قررت اللجنة العليا إقامة صلاة الجمعة والصلوات الراتبة بالمساجد ودور العبادة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية. وصفت والي نهر النيل دكتور آمن المكي مناهج التعليم في العام البائد بأنها كانت مقيدة بفكر أيديولوجي محدد دون أدنى اعتبار للتنوع الذي يتميز به المجتمع السوداني في مختلف مجالاته. واعتبرت المكي أن التوصية التي خرج بها مؤتمر ثورة ديسمبر للنهوض بالتعليم والداعية لتصميم وضع مناهج منفتحة تستجيب لكل تباينات الفكر والإرث السوداني من أهم المخرجات. ودعت المكي خلال ترأسها للجلسة الأولى لليوم الختامي لفعاليات المؤتمر عبر تقنية الفيديو من رئاسة الولاية بالدامر، دعت لأهمية أن تطلع وزارة التربية بدور أكبر في عملية رصد ومتابعة وتقويم مؤسسات التعليم قبل المدرسي وتهيئة البيئة التربوية المثلى بها، وشددت على ضرورة تفعيل القوانين السارية لضبط التعليم غير الحكومي مع الحرص على تطوير التعليم الحكومي في مختلف محاوره التربوية فضلا عن تحقيق شعار مجانيته. معلوم أن المناهج في الفترة الفاتت كانت مؤدلية تجاه فكر محدد، في توصية بأن المناهج تكون منفتحة تمثل كل التنوع السوداني بمختلف الأشياء. الحاجة المهمة تاني كان عن التعليم الخاص، وطبعا الناس بتعلم التجاوزات الموجودة وإنه تمدد وبيقى استثماري، الناس تتكلم عن قانون لضبطه. البيئة المدرسية فيها حاجة مهمة، ثورة التعليم العالي جات وقالت التعليم مجان لمرحلة الأساس. إحنا بنشوف إنه واحدة من الأشياء المفروض تتوفر في بيئة المدرسة البوفيه، يعني زي ما أنت حتوفر الكتاب والإجلاس لازم توفر للطالب الوجبة بتاعة الإفطار إما مجان مدعومة. أكد إسماعيل فتح الرحمن والراق والي النيل الأبيض أن حكومته تعول كثيرا على نتائج وتوصيات مؤتمر ثورة ديسمبر للنهوض بالتعليم في السودان في حل مشكلات التعليم. جاء ذلك لدى مخاطبته ختام أعمال مؤتمر ثورة ديسمبر للنهوض بالتعليم في السودان، ودعا الراق إلى ضرورة تحويل مخرجات المؤتمر إلى التطبيق العملي وصولا إلى مناهج مميزة تسهم في إحداث نهضة حقيقية للتربية والتعليم في السودان. وأكد التزام حكومة الولاية بتوفير متطلبات العملية التعليمية بكافة محليات الولاية. هذا المؤتمر يحمل عنوان عظيم جدا، ثورة ديسمبر، الذي أرجوه من عشيرة المعلمين، زمان بيقولوا قبيلة المعلمين، ولكن أقول من المعلمين والعلماء، أن يتم تنزيل أهداف هذه الثورة إلى أرض الواقع، أن يكون هنالك تغيير بحق وحقيقة يوازي عظمة هذه الثورة، تغيير في المفاهيم، تغيير في الأسباب التي تؤدي إلى تطوير التعليم في الولاية. ومن هذا المنطلق وهذا الفهم نعول كثيرا على الأساتذة والمعلمين بمختلف تخصصاتهم ودرجاتهم.
من جانبه أشارت المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الأبيض وداد محمد الحسن إلى أهمية معالجة المؤتمر لقضايا رياض الأطفال، ودعت إلى التأسيس الجيد لكل ما يتعلق بمؤسسات التعليم قبل المدرسي بجانب تأسيس روضة مع كل مدرسة. وعبرت وداد عن أملها في تصريحات صحفية في أن يخرج مؤتمر ثورة ديسمبر للنهوض بالتعليم في السودان بتوصيات تسهم في معالجات للقضايا التي تواجه التعليم بالبلاد. أعتقد أنه فيه الكثير جدا من الأوراق اللي قدمت فيها الرسم الواضح أو الخطة الواضحة لرسم سياسة التعليم المستقبلية بالنسبة للسودان، وأفتكر هو من أهم الخطوات التي اتخذتها جمهورية السودان أو وزارة التربية والتعليم في النهوض بالتعليم، وأتمنى أنه كل ما قيل في الأوراق ينفذ في أرض الواقع، وبالتأكيد ما جاء في الأوراق مبشر بصورة كبيرة جدا لمستقبل واعي جدا بالنسبة للتعليم وبالنسبة للتقدم بالنسبة للسودان، وأفتكر تقدم التعليم بسوق السودان للأمام. تسيدت البيئة المدرسية والمناهج أجندة أولويات التعليم بولاية النيل الأزرق، وأكد وزير التربية والتعليم المكلف خلال مؤتمر ثورة ديسمبر للنهوض بالتعليم ضرورة معالجة مختلف الإشكالات المتعلقة بالتعليم حتى ينهض بالولاية، واعتبر أن عملية التغيير ترتبط بالتعليم والارتقاء به بعد أن شهد تراجعا وتدنيا في ظل النظام السابق. عوامل الأساسية عندنا المناهج إضافة إلى التعليم قبل المدرسة، وعندنا برضو كل قضايا المعلمين ستناقش إن شاء الله، لأنه خلال العهد السابق النظام السابق دمر البنية التحتية بالنسبة للتعليم، فثورة ديسمبر جاءت لتنهض بالتعليم. وفي السياق ثمن والي النيل الأزرق دور وجهود المنظمات الداعمة للعملية التعليمية بمحليات الولاية، وأشار إلى إيلاء أمر التعليم الحظ الأوفر عبر نداء الولاية للمنظمات، وتوقع الوالي أن تسهم مخرجات مؤتمر ثورة ديسمبر للنهوض بالتعليم في وضع خارطة لإصلاح قطاع التعليم الذي أسهم العهد المباد في انهياره. المنظمات أسهمت بشكل كبير جدا جدا في رفض التعليم، خاصة اليونيسيف كان لهم دور كبير جدا جدا خاصة في المناطق الطرفية فيما يتعلق بالتشييد، فيما يتعلق بدعم الطلاب والمدارس بالمعينات الكثيرة جدا. كما معلوم الحرب ساهمت في تشييد المئات من أبناء هذه الولاية، لذلك أطلقنا نداء للمنظمات للمساهمة في إعادة الأطفال إلى فصولهم. أصدرت اليوم وزارة الري والموارد المائية بيانا صحفيا أوضحت فيه عن انعقاد اجتماع وزارة الخارجية والري لكل من السودان ومصر وإثيوبيا بدعوة من الاتحاد الأفريقي. واعتبر البيان أن الاجتماع أتى تجاوبا مع موقف السودان الذي دعا فيه لتأجيل المفاوضات الثلاثية لمدة أسبوع لمزيد من المشاورات، كما أعاد السودان تأكيد التزامه بالعودة للمفاوضات بروح التضامن الأفريقي. وشدد البيان على أن التوصل لاتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية سيمثل دليلا إضافيا على تعزيز التعاون الإقليمي. حذرت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية تضرب اليوم وحتى صباح الغد الاثنين أجزاء من ولايات النيل الأزرق، سنار، القضارف، جنوب وغرب كردفان، شرق ووسط وجنوب دارفور. وقالت الوحدة أن انتشار السحب الرعدية في أجزاء واسعة من تلك الولايات، وألمحت الوحدة إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة في أجزاء من ولايات الجزيرة كسلاء، النيل الأبيض، شمال كردفان، شمال وغرب دارفور، وتوقعات بأمطار خفيفة في الأجزاء الجنوبية من ولاية البحر الأحمر. وأوضحت الوحدة أن طقس البلاد سيشهد المزيد من الأمطار، وناشدت وحدة الإنذار المواطنين القاطنين في المناطق المكشوفة اتخاذ التدابير اللازمة والساكنين بالقرب من مجاري المياه والخيران توخي الحيطة والحذر ومراعاة تنظيم الأنشطة الخارجية بحسب الإنذار. أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها اليومي أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية الإثيوبية ليوم غد الاثنين
سينخفض إلى حدود 640 مليون متر مكعب. وأشارت إلى أن تنبؤات المناسيب ليوم غد الاثنين قطاع الدمازين سنار سيشهد انخفاضا في حدود 10 سنتيمترات، قطاع سنار الخرطوم سيشهد ارتفاعا في حدود 5 إلى 15 سنتيمتر، قطاع الخرطوم شندي سيشهد ارتفاعا في حدود 5 سنتيمترات، قطاع شندي عطبرة سيشهد استقرارا، وقطاع خشم القربة عطبرة سيشهد ارتفاعا في حدود 5 سنتيمترات، وقطاع عطبرة سدمروي سيشهد ارتفاعا في حدود 4 سنتيمترات، وقطاع سدمروي الدبة سيشهد استقرارا، قطاع الدبة دنقلة سيشهد استقرارا أيضا. ناقشت والي الولاية الشمالية البروفيسور أمال محمد عز الدين بدنقلة مع عدد من أعضاء الغرفة الولائية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول والفيضانات بالولاية وعدد من لجان المقاومة السودانية، ناقشت الجهود الرسمية والشعبية المبذولة لدرء مخاطر الخريف لهذا العام، كما استعرض اللقاء الاحتياجات المطلوبة من الخيش والآليات وتوفير الميزانيات لتقوية الجسور ومناطق الهشاشة في ظل الارتفاع المستمر في مناسيب النيل. وأكدت والي الولاية الشمالية ضرورة العمل المشترك والتنسيق الكامل بين الحكومة واللجنة العليا لدرء أخطار الأمطار والسيول والفيضانات والغرفة الولائية وغرف المحليات وقوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة السودانية ولجان المقاومة والتغيير بالأحياء والقرى من أجل تقوية الجسور ومناطق الهشاشة تحسبا للزيادات المستمرة في مناسيب النيل. انطلقت بولاية النيل الأبيض ورشة إعداد الممثل والتي تنظمها مجموعة النيل للثقافة والفنون بالولاية وتستمر لمدة 10 أيام، وهي مخصصة لنساء المجموعة والكنداكات اللائي أسهمن في إشعال ثورة ديسمبر. ويتلقى الدارسون تدريبا نظريا وعمليا في الفنون الدرامية بما يسهم في دفع العمل المسرحي بالولاية بخطوات نحو التقدم والريادة والتميز. هكذا يتجلى شباب مجموعة النيل للثقافة والفنون بولاية النيل الأبيض في تقديم أعمال مسرحية تناقش نماذج من قضايا البلاد والعباد، وذلك ضمن ورشة تدريبية للكنداكات. مجموعة من اللائي أسهمن في ثورة ديسمبر، وهي فرصة لهن لتلقي معارف جديدة في الفنون المسرحية بشيء قد يسهم مستقبلا في إحداث نغلة نوعية في واقع المسرح في النيل الأبيض. بحب أن الناس كلها تشارك في الورشة دي، لأنه بجد كانت الفرصة ضيقة شديد بالنسبة للنساء في الوقت ده بالنسبة للتمثيل، والحمد لله اتاحت لنا الفرصة في أنه نمثل، والورشة دي حتفيدنا بالكثير أنه نعرف كيف التمثيل، ويمكن تمدنا للعادات والتقاليد لبعض. الآن يعني الورشة مبتدئة وحتبتدأ يوم السبت إن شاء الله، الناس كلها تكون حضور. وضع خدمة تدريبية تزعى مجموعة النيل للثقافة والفنون إلى تمليك الممثلات المفاتيح الأساسية لكل ما يتعلق بالفضاء المسرحي، ما قد يرفد ساحة الدراما بنجمات مضيئات ينرن عتمة المشهد المسرحي من خلال إنتاج مسرحيات قد تملأ الدنيا وتشغل الناس. نحن الليلة مندشين الورشة الرابعة والورشة الرابعة للكنداكات. الهدف من الورشة الأساسي إنه الاهتمام بالكنداكة، المرأة تخاطب نفسها وتطرح مواضيع عبر المسرح وعبر الفنون وعبر الدراما بذاتها، تألف، تمثل، تخرج في تدريب وتأهيل، في عملية بتاع تدريب وتأهيل في الحاجات دي، بالإضافة لأنه نحن في الحركة المسرحية بالنيل الأبيض بنعاني من ندرة في الكنداكات. كان الهدف من الورشة أنه ندعم الحركة المسرحية بمبدعات في الوسط المسرحي. هي فعاليات تحاول من خلالها حكومة الولاية توظيف طاقات الشباب بالتدريب والتأهيل ليتمكنوا من إدارة النشاط الثقافي بهدف إحداث حراك فني لدفع العمل المسرحي بخطوات ثابتة نحو الريادة والتميز. هذه الورشة تمثل إعداد وفرصة كافية لاستيعاب هو متخصص للجانب النسوي وكيفية ولوج للعمل المسرحي في داخل فرقنا المسرحية والدرامية. لدينا بنيات تحتية في هذه الولاية، نأمل أن تبدأ هذه النقطة وتكون انطلاقة لرفع كفاءة العنصر النسائي في الجانب المسرحي وفي الجانب الغنائي في الجانب الأدبي. وبنهاية الدورة قد تشهد الساحة الثقافية بالولاية
تقديم مسرحيات متميزة نصا وإخراجا تنال الإعجاب وتحصد الجوائز داخل وخارج السودان. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، كوزدي. تحمل أكثر من 10,000 رأس من الضأن. أهلا بكم من جديد وإلى هذه الطائفة في أخبار العالم، حيث أجرى وزير خارجية الإمارات وإسرائيل أول اتصال هاتفي معلن عنه بينهما اليوم الأحد بعد أن فتحت الدولة الخليجية خطوط الهاتف مع إسرائيل في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين. وأعلنت إسرائيل والإمارات يوم الخميس عن تقارب بينهما برعاية أمريكية في شكل اتفاق يبشر بانتعاش التجارة الثنائية، لكنه أغضب الفلسطينيين والقوى المناهضة لإسرائيل مثل إيران. وتحدث وزير الخارجية هاتفيا لتدشين فتح خطوط الهاتف بين البلدين. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي أنه اتفق مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد على اللقاء قريبا. دعا البطريرك الماروني بشار بطرس الراعي يوم الأحد إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان وتشكيل حكومة إنقاذ بدلا من الطبقة السياسية الحاكمة، وذلك بعد أن دفع الانفجار الهائل في مرفأ بيروت بالبلاد في أتون الاضطرابات. وقدمت الحكومة اللبنانية استقالتها وسط احتجاجات غاضبة بسبب الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس وأدى إلى مقتل أكثر من 172 شخصا، أصابة 6,000 وشرد 300 أسرة بل 300 شخص، ودمر مناطق في المدينة، مما زاد من حدة أزمة مالية تعاني منها البلاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه يدرس إصدار عفو عن إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية، الذي هزت تسريباته المثيرة أوساط المخابرات الأمريكية في عام 2013. وجاءت تصريحات ترامب عقب مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورك بوست الأسبوع الماضي. قال فيها عن سنودن: هناك كثيرون يعتقدون أنه لم يلق معاملة عادلة من أجهزة إنفاذ القانون بالولايات المتحدة. طلبت فرنسا من الحكومة الأفغانية عدم الإفراج عن مقاتلين أدينوا بقتل مواطنين فرنسيين ضمن صفقة لإطلاق سراح السجناء، وذلك حسب ما قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم السبت. ووافقت الحكومة الأفغانية على الإفراج عن 400 من السجناء المتشددين في إطار خطوات في اتجاه إجراء محادثات سلام مع مقاتلي طالبان. وقال مسؤولون يوم الجمعة إن 80 من هؤلاء المدانين أفرج عنهم حتى الآن. قالت روسيا اليوم الأحد إنها أبلغت رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو باستعدادها لتقديم المساعدة العسكرية إذا لزم الأمر، فيما تجمع متظاهرون استعدادا لما يتوقع أن يكون أحد أكبر الاحتجاجات على انتخاب لوكاشينكو لفترة رئاسية جديدة. وقتل محتجان على الأقل واعتقل الآلاف منذ انتخابات يوم الأحد الماضي، التي يقول معارضو لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ 26 عاما إنها زورت لإخفاء حقيقة أنه فقد التأييد الشعبي. وينفي لوكاشينكو أنه خسر الانتخابات، وأشار إلى النتائج الرسمية التي منحته ما يزيد قليلا عن 80% من الأصوات. مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك اهتمام الحكومة الانتقالية بتطوير القطاع الزراعي بصورة عامة ومشروع الجزيرة خاصة، والعمل على تذليل كافة التحديات التي تواجه المشروع
ليتسنى له القيام بدوره المناط به في دعم الاقتصاد السوداني. جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه كلا من وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف دكتور عبد القادر تركاوي، ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة دكتور صديق عبد الهادي، ومحافظ المشروع دكتور عمر محمد مرزوق. وأوضح محافظ المشروع أن اللقاء بحث رؤية الإدارة الجديدة لتطوير المشروع وإدخال التقنيات الحديثة للنهوض به. أرجعت السلطات السعودية اليوم باخرة ماشية تحمل أكثر من 10,000 رأس من الضان، وتساءل صاحب الماشية التي أرجعت سليمان محمد صالح عن السبب، وهي أن مناعة الماشية كانت أكثر من 80%، وعندما وصلت إلى ميناء جدة انخفضت إلى أقل من 30%، وأرجع السبب إلى لجنة تنظيم البواخر التي هي أكبر معوق للصادر حسب قوله، وطالب بحلها فورا. طالب المصدرون بحل لجنة تنظيم البواخر التي كونها النظام البائد وأصبحت تعمل لمصلحتها الشخصية بغض النظر عن مصلحة البلاد أو انسياب الصادر بصورة صحيحة. أجازت الجمعية العمومية لبنك أم درمان الوطني في دورة الانعقاد 23 تقرير مجلس إدارة البنك بجانب الحسابات الختامية للبنك للسنة المنتهية في 31 من ديسمبر من العام الماضي. أجازت الجمعية العمومية لبنك أم درمان الوطني في دورة الانعقاد 23 والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات بفرع القيادة بحضور الفريق والركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة، والفريق والركن فاروق حسن محمد نور أمين العام لصندوق التأمين الاجتماعي للمدينة بالقوات المسلحة. أجازت الجمعية تقرير مجلس إدارة البنك الذي قدمه اللواء ركن معاش محمد سمير مصطفى خليل رئيس مجلس الإدارة، كما أجازت الحسابات الختامية للبنك للسنة المنتهية في 31 من ديسمبر للعام 2019 وتقرير ديوان المراجعة القومي وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير المستشار القانوني للبنك للعام 2019. وأوضح رئيس مجلس الإدارة في تقريره أن البنك قد حافظ على موقعه المتقدم في صدارة الجهاز المصرفي في السودان، مشيرا إلى القفزات المتوالية في معظم المؤشرات المالية من موجودات وحجم تمويل وأرباح وغيرها. دكتور عبد الحميد محمد جميل المدير العام لبنك أم درمان الوطني أوضح أن البنك قد حقق إنجازات كبيرة، حيث ظل البنك يقوم بدوره الطلعي في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية والإعمار وتمويل المشاريع الكبرى في الزراعة والصناعة والتجارة الصادرة. تعلمون أن بنك أم درمان الوطني هو أكبر البنوك حجما وأكبر محفظة تمويلية وأكبر أرباح في الجهاز المصرفي السوداني، وقد بلغت الأرباح 1.5 مليار في العام 2019، أي 1.5 تريليون جنيه، ويعتبر هذا البنك حائز على أعلى التصنيفات داخليا وفق معيار كيل، وأعلى تصنيف برضو تصنيف خارجي وفق مجلة ذا بانكر الصادرة من الفاينانشال تايمز للعام 2019. وبهذا الحجم يواصل البنك دوره في تنمية الاقتصاد، وترون دور البنك في كل عمليات التنمية إن كانت في الطرق والكباري والكهرباء والقطاع الزراعي والقطاع الصناعي. الآن البنك يشارك بأكبر نسبة في استجلاب سلع الاستراتيجية في محفظة السلع الاستراتيجية، وتكون إن شاء الله عونا للاقتصاد السوداني وليوفقنا جميعا في سلامة هذا الوطن الكبير. من جانبه فقد أشاد السيد هيئة الأركان في كلمته بهذه المناسبة بالأداء المتطور الذي يقوم به البنك في خدمة الاقتصاد الوطني وما حققه البنك من إنجازات كبيرة في كافة ضروب العمل المصرفي، مشيدا بدور الجمعية العمومية للمساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك، ناقلا لهم تحياتي وتهاني السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، والبلاد تحتفل بالعيد 66 للجيش. في أخبار الرياضة، تحصل باد نيوز على قائمة لجنة التطبيع الهلالية التي يقودها رئيس النادي أشرف سيد أحمد الكاردينال، واختار الكاردينال عضو اللجنة الاستشارية رجل الأعمال عبد العظيم سعد الله للعمل نائبا للرئيس،
بينما سيكون الفريق شرطة السير أحمد عمر أمينا عاما. وضمت اللجنة أيضا عادل حمدان دجلو والعقاد عبد الغني، فيما استمرت مسؤولة المناشط أفكار وداعة ضمن اللجنة الجديدة. وضمت اللجنة المعينة وجوها جديدة أبرزها عبد الله العاقب والرمز الهلالي شبشة. ختام السودان هذا المساء هذا تذكير بأبرز العناوين. عقب تسلمه مذكرة من أعيان الكبابيش، أور يتعامل بطي ملف الخلافات بين الكبابيش والحمر. الإدارة الأهلية بشرق السودان تدعو لنبذ العنف ومعالجة الأزمة بالطرق السلمية. وصول طائرة إماراتية إلى الخرطوم تحمل مواد صحية وغذائية. نهاية السودان هذا المساء قدمناه من قناة الشروق، إلى اللقاء.